محطات مفصلية في تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية، لا سيما بعد مجازر 8 ماي 1945 التي عجلت باتخاذ قرار تفجير ثورة 1 نوفمبر 1954. محطة استذكرها المجاهد صالح جوجيل رئيس مجلس الأمة خلال نزوله ضيفا على الطبعة الشرفية الافتتاحية لمنتدى وكالة الأنباء الجزائرية، طبعة جاءت عشية الاحتفال باليوم الوطني للذاكرة. لهذه الذكرى 78 ل 8 ماي 1945 في إطار الذاكرة، لما نتذكر هذا اليوم اللي كان حقيقة بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد المشاركة الجزائريين في الحرب العالمية الثانية في الجيوش الفرنسوية، الشعب الجزائري أراد أيضا أن يفرح بهذا النهار، ولكن في نفس الوقت يحب ينادي على حقوقه ورفع العلم في سطيف وقلمة وخراطة وفي مدن أخرى. رد الفعل تاع المستعمر في ذلك الوقت 45,000 شهيد في فترة قصيرة جدا أمام العالم. المجاهد صالح جوجيل شدد في هذا اللقاء على أهمية كتابة التاريخ من خلال وضع الآليات اللازمة لذلك، كتابة يتسنى من خلالها للأجيال القادمة الاطلاع على أمجاد الثورة التحريرية والتعريف بمآثرها. من ناحية كتابة التاريخ في أشياء كثيرة اللي هي جزئيات ولكن عندها أهمية حتى الآن ما نقراهاش ما نكتبوهاش ولا نشوهوها من خلال الكتابات نتاعنا، لازم هذه في المستقبل إن شاء الله تتراجع. احنا اللي نكتبوا التاريخ نتاعنا، ما ننتظرش غيرنا يكتب التاريخ نتاعنا، وما نخليوش ولادنا يقراوا تاريخهم من طرف خارج الجزائر. ضيف منتدى وكالة الأنباء الجزائرية الذي قدم في مداخلته شهادة حية عن تاريخ الجزائر أكد بالمناسبة على المكانة المحورية التي يكتسيها ملف الذاكرة، الملف الذي توليه الجزائر شعبا وقيادة أهمية قصوى.